السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الموضوع ديال انثى الارانب الغير صالحة للولادة وغير صالحة انها تبقى عندكم اساسا. هذا المشكل وهو كينقسم ثلاثة المشاكل، يعني كتكون عندكم واحد الانثى سموم الاسباب اللي غادي تقدروا يعني تخلصوا من هذيك الانثى. كاين السبب الاول انه كتاكل الصغار ديالها، وهذا موضوع في الحقيقة يعني أي يعني مربي أرانب لا المبتدئ لا المحترف ما كيبغيش هذا الآخر نتوما تكون عنده، لأن موضوع ملي كتنوضوا في الصباح كتلقاو الدم والصغار ما كاينينش وكاين غير الطروفة هكا، المهم ما يعجبكمش الحال، هذاك تخلصوا منها في أقرب وقت. ثاني حاجة وهي الأنثى اللي ما كتبغيش تعشر، يعني كتبقى دير المشاكل ومرة تشد مرة لا. ثالث حاجة وهي الموضوع المهم في هذه الحلقة وهو الإجهاض قبل من الوقت، هي نقولوا رمات وليداتها قبل من الصغار ديالها قبل من الوقت، ولكن المشكل اللي كيبقى مطروح أنه واش رماتهم كاملين ولا لا، إن الأغلبية ديال النسوة اللي كت يعني ترمي الصغار ديالها كتجهد قبل من الوقت ما كترميهمش كاملين وكيبقى شي حاجه في كرشها صافي، لان ملي كترميهم باقي عاد الحيمات. الا كنقولوا رمات مثلا 8 وخلات واحد جوج في كرشها، هذوك جوج كيتعفنوا في الكرش وكتموت الانثى. يعني منين تشوفوها رمات خاصكم تقلبوها واش في كرشها باقيين، يعني خاص الجص، يعني منين الا ما كنتوش كتعرفوا ديروا الجص من الاحسن تبيعوها كيلو. يعني ملي تشوفوا الانثى بدات كترمي رمات ولادها قبل من الوقت، الا كنتو كتعرفوا تجصوا جصوها. شوفوا الا كانت كرشها خاويه ماشي مشكل، يقدر يكون وقع لها شي حاجه خافت ولا هادي ماشي مشكل، ولكن الا كانت رماتهم وقعوا شي حاجه في الكرش كونوا متاكدين انها من بعد واحد نقولوا 3 سيمانات ولا راه كتوفى كتموت بدون اي سبب. ولكن الناس اللي جربوا هذا الشيء كيمشيو يذبحوا، واخا ماتت كيذبحوا وكيديروا حل التشريح وكيشوفوا علاش ماتت، ملي كيقلبوا كيبقاو الوالده ديالها تعفنت. هذا هو المشكل اللي تقدروا تواجهوه. اذا ثلاثه المشاكل ملي تشوفوها حاولوا انكم تخلصوا من الانثى، يعني هي ما صالحاش الوالده ما صالحاش، غادي تبقاو تصرفوا عليها على والو. منين تبغوا تخلصوا منها انا كنقول للمربين انهم يتقوا الله وما ما يديروش يعني يبيعوا هذه الانثى هذه لشي واحد اخر يقولوا له راه انثى سليمه، لان بينكم وبين الله. بيعوها على انها كيلو او ماشي ديال الكسيبه، حنا ملي كنمشيو نبيعوا السوق كتقول هذا النتوى راه ماشي ديال الكسيبه، هذه راه ديال الذبيحه ولا ديال شي واحد بغى يذبح وياكل اللحم ديالها، راه مزيانه هي غير عندها المشاكل في الولاده، انت غتبقى تصرف عليها على والو، من الاحسن انك تبيعها. ولكن بينك وبين الله خاصك تكون باش يبارك لك الله في هذاك القطيع ديال الارانب، خاص دير الاخر تكون مزيان مع الله. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار. كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم في اي وقت، واللي ما شاركش معنا يشارك وتكيو على زر جيم، اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.